ودي اغرب حاجه في محافظه الجيزه يا جماعه، ان في مقطوره وشايله كونتينر واتزنقت تحت الكوبري. الحل ايه؟ يشيلوا الكوبري ولا يفسوا عجل المقطوره؟ الحل انه يفسي عجل المقطوره عشان يقدر يعديها. استنى نقول له الفكره دي عشان هو الظاهر بقره وبيمه ومش فاهم. هقول له بس اقف عنده هقول له. يا حاج بدل ما ترجع فسي العجل شويه هتعرف تعدي. يا فسي العجل يهويه 80 ولا حاجه يعديها وبعد كده بينفخ عجله. ده عجل ده مقطوره يعملها. سادد النفق ومش عارف يرجع بضهره كل ده. عارف هيرجع لفين؟ عارف هيفضل يرجع كده لفين؟ هيرجع كده لحد المدخل بتاع الطريق بتاع المنيب يعني قبل البنزينه الثانيه. مستوعبه حاجه؟ هو هيرجع فين ده؟ ده هيرجع بلد كامله. وديت نوادر الاهرامات اللي بنعدي دايما نلاقيها. نصيحه مني لسكان الهرم، اجروا منها عشان مش هتستفيدوا بحاجه. سلام يا رجاله.